انت كمؤثره ولا يعني ما انا رسالتي لاي واحد ويعني والفئه معينه ماشي كامل حق عندنا مؤثرات في بلادنا انا نشهد لهم بالنزاهه تاعهم بنظافتهم بتربيتهم بكلش لكن انت حدير راد عليك ربي هذه رسالتي لكم رساله من حافظ بريكي راد عليك ربي تؤدي نفسك الى التهلكه علاه ندي معايا قافله علاه يعني نلعب على مشاعر الناس اللي يحبوك وعطاوك ثقه انهم تابعوك انك ولات عندك وزن ونسبه مشاهده حرام عند ربي كما قالها الاستاذ قبل القانون لكن انا نطلب يعني ان شاء الله يا ربي يولي كاين قانون لهذه الامور شوفي اخت حفيظه هذا قطعتك سمحي لي يعني هذا قلتي ان شاء الله يكون قانون بطبيعه الحال سوف تصدر قوانين في مجال هدايا لمراقبه ولا يعني اقول مراقبة هذا المجال اللي هو انتشر هذا قلت لك تاع مواقع التواصل الاجتماعي ولا يسقط بلدان ولا يسقط رؤساء ولا طبيعة الحال راح يرافق المشارع الجزائري بطبيعة الحال ورانا نديروا فلسائل ونوجهوا نداءات للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتى ماذا حتى يسيروا هذا التطور التكنولوجي الرهيب وحتى يديروا قوانين تستصدر يعني يقولوا لأمهات قوانين قال انت هذا المؤثر الفلاني عندك هذه الامور اللي تقدر دير عليهم اشهار عندك هذه الصوالح اللي تمشي فيهم ما تحيدش على هذه الامور مفهوم الان اي حاجه دير عليها اشهار اي حاجه دير عليها اشهار مؤخرا عندي ثاني كاينه مؤثره عطاوها دراهم قالوا لها ديري على صالون حلاقه دارت على صالون حلاقه الناس راحوا للصالون هذاك المراه قعدت ناضت لقات شعرها ما كانش اكزاكتلي يعني اسكو انا شفت في بلدان عربيه بما اني نحتك بالبلدان العربيه بزاف وخاصه مصر تونس يديروا عبالكم كيفاش هم ياثروا راهم يبنيو في مستشفيات للسرطان صح راهم يبنيو لمستشفيات في فقر الدم راهم يبنيو في دار عجزه راهم يبنيو للاماكن للمطلقات هذا التاثير الايجابي مثلا كاينين ثاني مؤثرات في الجزائر شفتهم شهر رمضان كامل وما يلموا في المؤونه للناس اللي ما عندهمش ويديو لهم في القفوف تاع رمضان انت تروحي تقتلي الناس باسكو عطاوك 100 مليون 100 مليون هذيك تخلص ولا ما تخلص تحي بها دو فواياج خلصت فواياج واحد يعني لكن انت منعتي ما متيش تموت وحده في بلاصتك وتدي ذنبها انا نقول ان شاء الله يا ربي يعني تكون توعيه منكم انتم كمؤثرات وضمير كاينين مؤثرات نبعث لها البارح برك بعثت لوحده من المؤثرات قلت لها كاينه وحده قصدتني في بيبليسيتي اول شيء سقساتني عليه ابعثي لي نشوف خدمتها ونشوف الصاله ونهضر معاها ماشي لا وكاينين اللي كنقولها شحال قالت لك اوكي وتبدا تنيغوسي يعني ولاو بيزنس وكاين حتى اللي راهم يشريو في المشاهدات ويشريو في لي زابوني ويسيرتيفيو حتى بين قوسين كي تلقاو كونت مسيرتيفي يعني وعنده العلامه الزرقاء ماهوش يعني راكم فرحانين هذا سيرتيفي يعني الانستغرام عاد بدراهم سيرتيفيو اكيد عاد ب 30 مليون 35 مليون تروح سيرتيفيو دير علامه زرقاء ماهوش يعني مقياس لمصداقيه الكونت الشخص عادوا يطلعوا نسبه المشاهده ولي زابوني ولي جام ولي فيو ودير كابتور وتبعت للشركات بها الشركات مؤخرا وحده خرجت قالت لك انايا نقعد راكده ربع في الشهر ندخل 160 مليون كي ندير كات بيب كي ندير كات بيب كل واحد 40 مليون يعني 160 مليون كل شهر سي تري غراف